بوتين. سيادتكم السيد شي جين بينغ السيد بوتين في العام الماضي في الأرجنتين وبعد فترة طويلة تمكنت دولنا الثلاثة من اللقاء على هامش القمة وبعد تبادل الآراء في المهام والمسائل الهامة قررنا اللقاء اليوم وأنا مسرور جدا باستقبالكم في هذا اللقاء غير الرسمي لمجموعة ريك وكدول اقتصادية هامة فتبادل الآراء في مجال الاقتصاد والسياسة والأمن تملك أهمية كبيرة وهذا اللقاء الثلاثي بيننا اليوم هو آلية هامة ومهمة لتنسيق المواقف في المسائل الهامة إن وزراء خارجيتنا قد تبادلوا الآراء في سلسلة من المسائل في شباط فبراير في الصين من هذا العام وأهمها هي مكافحة الإرهاب وبؤر التوتر الدولية والمواقف المتغيرة ومسائل المناخ وغيرها من المسائل التي تعنى بها مجموعة ريك واليوم أطلب من الرئيس شي جين بين بإلقاء كلمته بالنسبة لي هذا سرور خاص أن ألتقي مع السيد بوتين والسيد مودي وهذا لقاء غير رسمي وأشكركم على تنظيم وتنسيق هذا اللقاء ففي نيابر كان لدينا لقاء في بونس آيرس واليوم من جديد نلتقي هنا في أوساكا روسيا والهند والصين هذه دول لديها أسواق متطورة وضخمة ولدينا تعاون مشترك كبير وأود أن أتبادل معكم الآراء بشكل كبير تجاه تلك القضايا والأزمات التي نتعرض لها उनके ओपनिंग रिमार्क्स के लिए अनुरोध करता हूं والآن أنا أعطي الكلمة للسيد الرئيس بوتين تفضل رئيس الوزراء السيد مودي الرئيس الصيني إن الإطار الثلاثي لروسيا والصين والهند تعطي إمكانية لتعزيز العلاقات بين دولنا بما فيما يخص كذلك إسهامات الدول الثلاث في حل المسائل الهامة والعالقة وبناء على الاتفاقيات التي تم اتخاذها في العام الماضي في بوينس آيرس نرى فعالية في تنفيذها وهناك تنسيق في السياسة الخارجية وفي شباط وزراء خارجيتنا قاموا بإجراء اللقاء 16 فيما بينهم وفي الوقت ذاته وزارات الأمن والاقتصاد والزراعة أيضا أجروا لقاءات وهناك تبادل ثقافي وبين الشباب وهنا أشير إلى أن روسيا والهند والصين ستقيم المنتدى الشبابي في أوساكا وأعتقد أن معظم المسائل الدولية والاقتصادية نجد فيها مواقف الهند والصين وروسيا إما متقاربة أو متطابقة أما فيما يخص حلحلة هذه المسائل نعتمد على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترام تلك المبادئ مثل سيادة الدول ووحدة أراضيها إن الصين والهند وروسيا تعمل على تعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب وتأمين الأمن السيبراني
أمن الفضاء وتشكيل هيكلية أمن غير متجزئ، وهناك مواقف مشتركة في المسائل الأكثر حدة ضمن إطار الأمم المتحدة، وهناك تعاون بيننا في المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة وشنغهاي وبريكس وبالطبع أيضا مجموعة العشرين. إن دولنا يمكن أن تساعد في تعزيز مركز وسمعة المنظمة التجارية العالمية وتعزيز تنفيذ مبادئها، وأيضا إعادة إصلاح صندوق النقد الدولي وتشكيل منظومة عالمية متعددة الأقطاب أكثر استقرارا وأكثر شفافية غير قائمة على العقوبات والضغوطات. وأشكر السيد مودي على تحضيره لهذا اللقاء وأشكركم جزيل الشكر. أشكر الرئيس بوتين، والآن أطلب من وسائل الإعلام أن يتركوا القاعة.